بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم ان شاء الله على الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. انا في الطبيعي بعتبر ان احنا من اول الفانكشنز بدانا في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس اساس الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بيقوم على مفهومين اساسيين قوي، حاجه اسمها كلاس وحاجه اسمها اوبجكت. هنتكلم المره دي على حاجه اسمها الكلاس. الكلاس عباره عن كونتينر او حاويه برمجيه بتحتوي داخلها على مجموعه من الممبرز، يعني في حاجات جواها داخليا. الممبرز دي بتبقى فيلدز اللي هي الفاريابلز والكونستنت والاريز والحاجات دي كلها، ومعاها الفانكشنز دي برضو من ممبرز، وبرضو ممكن ايفنتس، ممكن حاجات تانية. يبقى كده الفئه هي اللي بتشيل الحاجات دي كلها، يعني من الاخر هي فئه، يعني كلاس بيجمع اكواد بتخص شيء معين. يعني مثلا موظف بنجمع له كل الاكواد بتاعته ونحطها جوه كلاس اسمه الامبلي. عندي مثلا الاكونت حساب بنكي مثلا، بجمع كل الاكواد واحطها في حاجه اسمها الحساب البنكي. الستيورنت الطالب كل العمليات بتاعته وهكذا. يبقى احنا كده عندنا الفكره كلها بتتمثل بشكل بسيط في بيانات وعمليات بتتم، لو حبينا نبسط الفكره يعني. يبقى بيانات وعمليات. طيب نعرف ازاي. بكتب كلمه كلاس بس ببساطه جدا، واكتب هنا اسم الكلاس بتاعك، بعد كلمه كلاس باخد سبيس واكتب اسم الكلاس، وابدا الكونتينر بالكير بريسز واقفله برده بالايه، بالكير بريسز المعكوسه. يبقى كده هوت في الحته دي. بعمل هنا ايه؟ بكون بقى جوه نوت جوه حاجه اسمها ممبرز، هي عباره في الاساس اساس اكتر اساسين هو البروبرتيز والفانكشنز. طبعا فيلدز والبروبرتيز والفانكشنز، بس هنخش في التفصيل ده بعدين. لكن البروبرتيز والفانكشنز، البروبرتيز خلاص بتشيل قيمه زيها زي الفاريبلز العاديه جدا، بس بتبقى مكونات داخليه خلاص. يبقى دي بتحافظ على الستيت، ده اسمه احمد، دي فاريبل بيشيل النيم، ده اسمه محمد، ده فاريبل بيشيل النيم، ده فلان فلان. يبقى كل واحد بيشيل الستيت بتاعته. اما الفانكشنز بالنسبه لي هي البيهيفيرز، او هي الاكتيفيتيز اللي بتحصل، او هي الفانكشنز اللي بتحصل، او البروسيجرز اللي المفترض ان هي تحصل. تعال نعمل كلاس اسمه لامب. اللمبه دي لما نيجي نفكر فيها هنلاقي ان هي المفترض بتعمل عمليتين اساسيتين، اللي هي مثلا اون اوف، دي عمليه بتضيء، ودي عمليه بتقف بتطفي اضاءه الايه اللمبه. طيب هعمل فيها فاريبل بسيط اللي هو بالنسبه لي بروبرتيز، هعمل له حاجه اسمها is on، وده هخلي نوعه ايه، هخلي نوعه بوليان، هخلي نوعه ايه بوليان، وباي ديفولت هخلي الايكوال هو ايكوال فولس، عشان يبقى اللمبه في الحاله بتاعتها مطفيه يعني خلاص. يبقى دي بالنسبه لي اول بروبرتي انا بعملها. يبقى عباره عن داتا عاديه جدا، داتا ممبر يعني عضو من اعضاء الداتا جوه العضو من اللامب كلاس. الكلاس خليكم فاكرين كويس جدا ان هو بس فيه بحط فيه الديفينيشن بتاع الشغل كله، لكن مش بيشتغل خلاص. هكلمكم ازاي يشتغل بعدين. هعمل بقى فانكشن اسمها تيرن اون، دي فانكشن عاديه. تيرن اون دي المفترض تنور اللمبه، واعمل واحده اسمها تيرن اوف اللي هي بتطفي اللمبه خلاص. التيرن اون بتعمل ايه؟ التيرن اون بسيطه جدا، كل مهمتها ان تغير قيمه از اون بدل ما كانت فولس تخليها ايه، تخليها ترو بس خلاص كده. يبقى كده اما تنادي على الفانكشن اسمها از اون، هتحول الفاريبل او الفيلد او البروبرتي اللي اسمها is on الى ايه، الى true. عندي بقى is off، is off هتعمل العكس، هتخلي ال variable اللي اسمه is on او الفيلد او البروبرتي اللي اسمها is on هتخلي قيمتها false. تمام كده. طيب لو انا جيت شلت الانيشاليزيشن من ال variable، هتلاقي ان ايه، ان قال لي ان البروبرتي must be initialized، لازم تحصل لها initialization، يعني لازم احط فيها قيمه بشكل مبدئي، ده اجباري. فعشان كده حطيت، ما كانش ده بيبقى مطلوب مننا في العادي، لكن طول ما احنا جوه كلاس وجوه الفكر دوت لازم نعمل بالمنظر ده. طيب يبقى ده كده البناء الاساسي لفكره الكلاس. حطينا فيه بس بروبرتي اللي هي بتشيل داتا، وحطينا فيه ايه، وحطينا فيه فانكشنز او عمليات. الكلاس هو عباره عن سبيسيفيكيشنز، مواصفات، اعدادات، هو البلو برينت، هو النسخه اللي فيها كل التفاصيل بس خلاص. تلاحظ ان انا مش عارف اعمل له رن، لانه مش هيرن، مش هيشتغل. اجي رن يقول لي هتشغل انه مثال، هتشغل انه اكزامبل، لكن الاكزامبل اللي انا فيه ده هو مش قادر يشغله لان ما فيهوش المين فانكشن. مش بس كده، هو كمان محتاج، مش هو مش بيرن، هو لازم له حاجه ترنه. كمان حاجه تاخد بالك منها ان هو نو ميموري ولا ستورج اللوكيتد، يعني ولا بيتحط حاجه في الميموري ولا بياخد مساحه خالص، هو جاست الديفينيشن بس. وكذلك بالنسبه للايه، للاكسس، عشان اقدر اكسسه لازم اعمل منه حاجه اسمها اوبجكت زي ما هنشوف ان شاء الله.